صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضوركم اليوم وبهذا التعدد وبهذا التنوع كل المواقع وكل رجال الإعلام ونساء الإعلام لا يعرفهم عبد الواحد الرضي في محطات مختلفة، محطات سياسية، محطات وطنية كانت فيها قضايا وطنية، محطات مؤسساتية وخاصة برلمانية، ومحطات حزبية. عبد الواحد الرضي كل عمر هذا الاتحاد وقبل عمر الاتحاد ظل هو عبد الواحد الراضي الاتحادي الوفي لحزبه، الرجل العقلاني الذي آمن أن حزبه يمكن أن يكون في خدمة وطنه، وعمل من أجل أن نتعلم منه جميعا حب الوطن وخدمة الوطن. رحمة الله على أخينا عبد الواحد. حضور حزب تقدم الاشتراكية في الاحتفاء بالذكرى الأربعينية لوفاة المناضل الفذ الوطني الغيور السي عبد الواحد الرضي واجب، بداية واجب نضالي وواجب إنساني وواجب أخلاقي، لأننا نعتبر بأنه بالنسبة لأجيال مضت رفيق الدرب، وكذلك بالنسبة لجيل اليوم أستاذ تمرس في النضال منذ مطلع الاستقلال وتحمل مسؤوليات عديدة رسمية وداخل الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، وبهذه الصفة كانت لنا معه علاقات وطيدة، وكان رجل وحدوي، وكان رجل يقدر حلفائه، وكنا نحن بدورنا نقدره عاليا، ولذلك اليوم نتذكره بتأثر عميق، وحضورنا رمز بالنسبة لما أسداه من خدمات جليلة لوطنه ولحزبه ولليسار عموما في المغرب.